أهلا بكم. شارك وفد مصر برئاسة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي ومحافظ مصر لدى مجموعة بنك التنمية الإفريقي وعدد من المسؤولين شاركوا في الدورة 59 من الاجتماعات السنوية للمجموعة التي تعقد في العاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 27 إلى 31 من مايو الجاري، وذلك تحت شعار تحول إفريقيا مجموعة بنك التنمية الإفريقي وإصلاح الهيكل المالي العالمي التي تواكب مرور 60 عاماً على تأسيس البنك في عام 1964. تأتي مشاركة وفد مصر في إطار الحرص على تعزيز أواصر التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة وكذلك العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية الرئيسيين، حيث تمثل اجتماعات مجموعة بنك التنمية الإفريقي فرصة جيدة للمشاركين لمناقشة القضايا الاقتصادية الراهنة وتبادل الخبرات واقتراح حلول تمويلية مبتكرة تعزز جهود التنمية بالقارة الإفريقية. تراجعت قيمة العجز في الميزان التجاري لتبلغ 2.37 مليار دولار خلال شهر مارس الماضي مقابل 3.9 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 32.2%. وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع قيمة الصادرات بنسبة 10.9% حيث بلغت 3.57 مليار دولار خلال مارس الماضي. وأشار الجهاز إلى انخفاض قيمة الواردات بنسبة 16.2% حيث بلغت 5.94 مليار دولار خلال مارس 2024 مقابل 7.9 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق لانخفاض قيمة واردات بعض السلع. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية بفضل التوقعات بمواصلة المنتجين الرئيسيين تخفيضات الإنتاج في اجتماع تحالف أوبك بلس المقرر يوم الأحد، وكذلك التوقعات بزيادة استهلاك الوقود مع انطلاق موسم ذروة الطلب في الصيف. وصعدت العقود الأجل الخام برنت لشهر يوليو بنسبة 56% لتبلغ 84 دولارا و69 سنتا للبرميل، بينما ارتفعت العقود الأجل الخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يوليو بنسبة 58% لتبلغ 80 دولارا و29 سنتا للبرميل. وارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 6% لتصل إلى $2.48 سنتا لللتر، وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.63% لتسجل $2.52 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الصين لعام 2024 إلى 5%، مشيرا إلى التدابير اتخذتها بكين مؤخرا لتعزيز اقتصادها المتعثر. وأعلن الصندوق في بيان صحفي أنه من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي في الصين مرنا عند 5% في 2024 وأن يتباطأ إلى 4.5% في 2025. وأضاف الصندوق أن قراره جاء مدفوعا ببيانات الناتج المحلي الإجمالي القوية للربع الأول من هذا العام والسياسات التي اتخذت مؤخراً.